هذا اللقاء كما قلت سابقا هو صيرور مجموعة اللقاءات التي قامت بها الآلي بمجرد توصلها بالشكاية. بدأت من خلال واحد اللقاء مع اللجان الدائمة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنية بحقوق الطفل والذي لها اهتمامات متقاطعة فيما يتعلق حقوق الطفل. تلاها لقاء مع الجمعيات 33 الموقعة على الشكاية. تلتها كذلك لقاءات مع القطاعات الوزارية المعنية وهي وزارة العدل، المجلس العلمي الأعلى ووزارة التضامن كذلك. هذا اللقاء كما قلت هو آخر خطوة في إطار يعني معالجة ديك الشكاية في إطار مقتضيات القانون التي تعطي الحق الآلية في تلقي الشكايات ومعالجتها. وغنخرجوا بمجموعة التوصيات، كان واحد الورقة مشروع ورقة معدة ستتوصل بها رئاسة المجلس كضمن مجموعة الاقتراحات والتوصيات اللي كتشوف الآلية أنهم من باب يعني إعمال وسمو الاتفاقية الدولية على القانون الوطني خصها تكون في القوانين الوطنية. وشكرا. قامت الآلية بالتفاعل مع هذه الشكاية وفق يعني القانون منظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل عام والمادة 18 من القانون بشكل خاص، وفي إطار هذا التفاعل نظمت مجموعة من اللقاءات مع فعالية المجتمع المدني مع مؤسسات عاملة في ميدان الطفولة، واليوم تنظم هذا اللقاء لتعميق النقاش في موضوع الحق في الهوية الذي نعتبره في المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو جزء من التفكير الوطني حول مدونة الأسرة الذي هو موضوع نقاش. هذا على المستوى الوطني. على المستوى الإقليمي المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو عضو نشيط في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بمبادرة خلق مجموعة عمل حقوق الطفل داخل هذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإفريقي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال هذا النشاط ومن خلال مجموعة من الأنشطة الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل يعني يحاول كذلك دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإفريقي للاشتغال على موضوع حقوق الطفل وفق المعايير الدولية. مجموعة من اللقاءات نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع شبكات أو مع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإفريقي، لأن الحق في الهوية لا يمس فقط الأطفال في المغرب بل يمس كذلك أطفال في القارة السمراء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مهتم بهذا الجانب أي يعني تطوير هذا العمل على المستوى الإفريقي.